الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ أكثر سريع، نلط نلط رمي رمي. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ. أين أضع إذا باقي نفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكرا يا فكري. أصداف، خرز، أزرار لامعة. المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلا. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسناً، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحداً منهم سيجد فيها فائدة. أحب عربة النفايات يا كرز. إنها خارقة بمحرك سريع. مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر نفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب. لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. يوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكاناً مناسباً لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض؟ ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا، كل يختار ما يعجبه. تعالوا لبلبلة. رائع. أهلاً يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً، لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلاً يا فكري، لدينا هنا شيء. شيء متميز جداً. لتراه. مستعد؟ ليس تماماً، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئاً في حياتي كهذا من قبل.
ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عروة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري. لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها. سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير. سنريح ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. مفاجأة، مفاجأة. كان إفطاراً شهياً، والآن أمامنا اليوم بأكمله لنلعب معاً. هيا نبدأ بالتنكر يا رومبا، هيا. لا أستطيع اللعب. ما السبب؟ علي أن أستعير كتاباً من لين. حسناً، سأذهب معك إذن. آسف، علي أن أذهب إليها وحدي. تذهب وحدك، لكن لماذا؟ أوه رومبا، هل استطعت أن تأتي دون أن تشك روزي في أي شيء؟ نعم، كل شيء يسير وفقاً للخطة. هذا جيد، أخيراً سنقيم حفل الأصدقاء. هذه فرصتنا لنبين لروزي كم نحبها. أريد شكر روزي لمساعدتها لي في حفر الحديقة لكي أزرع الجزر. وأنا أريد أن أشكرها لمساعدتي في بناء طائرة اللعبة هذه. ولقد ساعدتني روزي في صنع هذا السوار. ها، وأعطتني بعض الحصى اللامع كي أزين عشي. أريد أن أشكرها على زيارتها لي كل يوم، ولأنها موجودة دائماً لتلعب معي. إذن سنقيم لروزي حفلاً مفاجئاً متميزاً. حسناً جميعكم، اصطفوا. هذا الحفل سوف يحتاج إلى الكثير من التنظيم، وأنا الطائر المناسب لهذا العمل. لين، مهمتك أن تعدي الكعكة وبطاقات الصداقة. حسناً يا بلبلة. كرز، مهمتك أن تصنع اللافتة الخاصة بالحفل. حسناً يا بلبلة. رومبا، عليك جمع الفاكهة. وبينون، مهمتك أن تنفخ البالونات. حسناً يا بلبلة. وأنا سوف ألقي قصيدة عن الصداقة. حسناً جميعكم، إلى العمل. بلبلة، لم تحددي مهمة لنفسك. لدي أهم مهمة على الإطلاق. سوف أشغل روزي لكي لا تكتشف أمر المفاجأة. أوه، بالطبع. والآن فلنذهب جميعاً إلى العمل. حسناً، كيف تسير الأمور؟ جيد؟ جيد؟ رائع! يمكنني القول إنني برعت في تأدية مهمتي بإبقاء روزي منشغلة. أنا مذهلة في هذه الأمور. بلبلة، إذا كنت هنا الآن لتخبرين عن أدائك الرائع، إذن أين روزي؟ مرحبا. لماذا تغلقون الباب؟ إنها روزي. لا يمكن أن ترى هذا، ستفسد المفاجأة. روزي، هل أنت هنا؟ ما الذي يحدث في الداخل؟ دعك من هذا. هناك شيء آخر هام للغاية لا بد أن تريه. تعالي. كدنا ننكشف. روزي، يبدو أن أمراً ما يشغل بالك. الجميع يتصرفون بغرابة، وأريد أن أعرف السبب. يبدو هذا مثل الألغاز، لكن تذكري، بعض الألغاز من الأفضل أن تترك دون حل. لكنني أريد أن أعرف حقاً. يا بلبلة، تعالي هنا. ما الأمر؟ هل وجدت حصاتي؟ كلا، لكني وجدت شيئاً آخر لامعاً وبراقاً. أين هو؟ كان موجوداً في مكان ما هنا. واصل البحث. ترى أين أنت أيها الشيء اللامع؟
تعال إلى بلبلة. لا فائدة. روزي لا أستطيع. روزي؟ أها، أمسكت بكم. روزي، ما الذي تفعلونه؟ ما هذه الأشياء؟ هل ستقيمون حفلاً من دوني أن أكون معكم؟ لا، لقد كنا ننظم حفلاً مفاجئاً من أجلك، حفل أصدقاء. لأنك صديقة مميزة لنا جميعاً يا روزي. لكن الآن لم يعد الحفل مفاجئاً. أعتذر للجميع. روزي، قلت إن هناك شيئاً. يا إلهي، أفسدت المفاجأة. أنا أعتذر لكم جميعاً عن هذا. ماذا سنفعل الآن؟ كيف نقيم حفلاً مفاجئاً بينما لم يعد مفاجئاً لروزي؟ المفاجأة هي أي شيء لا يتوقع الشخص حدوثه. أي شيء؟ الآن لن نقيم هذا الحفل، نحن نبعد الأغراض عن المكان. أنا في غاية الأسف. لا داعي للأسف يا روزي، ستكون هناك حفلات أخرى بالتأكيد. روزي، أحتاج مساعدتك. أوقعت حصاة أخرى لامعة ولا أستطيع إيجادها. حقاً؟ أعتقد أنها كانت في مكان ما هنا يا روزي. بلبلة، انظري، وجدتها. مفاجأة. حفل أصدقاء سعيد يا روزي. رائع. لم نلغي الحفلة بالفعل، جعلناك فقط تظنين هذا. إنها المفاجأة جميلة. شكراً يا أصدقائي. بل شكراً لك أنت يا روزي. والآن قصيدة عن الصداقة. في وجعي تحكين لي جذعي، لطيفة وحنونة ومتلألئة حين تكونين تحت فروع يا روزي، كل يوم مفاجأة. مرحبا.